السلام عليكم، مرحبا بكم. انا عفاني. اليوم غادي نشوفوا تكمله ديال الدرس ديال الدواء الاصليه اللي هو التكامل او لا لانتيغراسيون او لا لانتيغرال. شوفوا معايا التعريف. سوا اف اون فونكسيون كونتينيو سور اي اف سا بريميتيف، يعني ناخذ واحد الداله متصله واحد المجال اي وغرانطي فيها الداله الاصليه ديالها. داكور، ناخذ واحد جوج ديال لي زيليمون من اي او بي، ناخذهم من مجال اي، كنقولوا لانتيغرال ديال لا فونكسيون اف من ا ل بي او لا تكامل ديال الداله اف من ا ل بي هو هذا العدد الحقيقي. هو لانتيغرال هو الرمز اللي داير بحال اس من ا ل بي ديال اف دو اكس دي اكس. هاد دي اكس هي كنديروا لا بريميتيف سويفون لا فاريابل دي اكس، او لا كنديروا التكامل بدلالة هذا المتغير x اللي كتساوي غران ديف دو x اللي هي الدالة الأصلية أو لا بريميتيف اللي كنا كنحسبوها في لا فيديو اللي قبل، مناش من ا ل بي. و هاد f دو x من ا ل بي هي f دو بي موان f دو ا. غناخدو واحد المثال بسيط باش نشرحو هاد التعريف هذا. غناخدو مثال باش نطبقو التعريف باش نفهمو أحسن لانتيغرال. إلا خدينا f دو x هي 3 x كاري موان 2 x بلس 1، شكون هي الدالة الأصلية ديالها؟ ولينا كنعرفوها هادي، دونك كنديرو ثلاثة. الدالة الأصلية ديال إكس أو كاري هي إكس على بيسانس 3 سور 3 كتبو موان 2، دونك الدالة الأصلية ديال إكس هي إكس كاري سور 2 بلس 1 أي ثابتة. الدالة الأصلية ديالها هي الثابتة فوا إكس، هي واحد في إكس هي إكس، أو منساوش الثابتة الحقيقية كنديرو السيكت نتاني ال سي بون. نجيو هنايا نبسطو، ثلاثة نتفاجم مع ثلاثة شنو بقى؟ إكس أوس ثلاثة جوج تفاجم مع جوج ناقص إكس أو كاري بلوس إكس إي بلوس سي. هادي هي غران تاف دو إكس. أنا بالعاني حطيتها هكا سهلة باش تقول لنا الدالة الأصلية سهلة، باش نحط واحد المثال يكون شوية بسيط غير باش نفهمو بيه التعريف. داكوغ، دونك هادي هي بيتيت إف، هادي هي غران تاف. أجيو دابا نحسبو لانتيغرال. نحسبو باغ اكزومبل من واحد لجوج، لانتيغرال من واحد لجوج ديال من اف دو اكس دي اكس. دونك نطبقو حرفيا هادشي، هو شنو التعريف؟ هي غران اف دو اكس الدالة الأصلية ديال بيتيت اف كونتر هاد نفس المحيط أو لي بور من واحد لجوج ايتيكال. شنو كنا حسب الدرس؟ هي اف لجوج ناقص اف لواحد. عندنا اف دو اكس، شناهي اف لي جوج؟ غنعوضو اكس بيان سير جوج، علاش تولي دو على بيسانس 3 ناقص دو او كاري بلس دو بلس سي. عندنا ناقص، ردو البال فيما نديرو ناقص هنا كنحلو القوس. اتونسيون بيي ما كنحلو القوس باش ما نطيحوش في الخطا، كنحلو القوس. اف دو ان دونك تولي ان اوس 3 ناقص ان او كاري بلس ان بلس سي. فوالا، واحد الاشارة ديما هنايا في الدرس ديال الانتيغرال او لا الدرس ديال التكامل، هاد السي ديما كطير. ملي كنطبقو التعريف السي كطير، حيت كتولي السي موان السي كتمشي. دونك غنجيو هنا جوج أوس ثلاثة زائد ثمانية ناقص ربعة زائد جوج زائد سي ناقص واحد. داكور، ناقص ناقص زائد واحد ناقص واحد زائد سي مع ناقص كتولي ناقص. دونك سي مع موان سي مشات، ناقص واحد زائد واحد مشات، اشنو ولات؟ ثمانية ناقص ربعة هي ربعة بلوس جوج هي ستة ناقص واحد هي خمسة. دونك الانتيغرال مناش من واحد لجوج ديال اف دو اكس دي اكس كتساوي العدد الحقيقي خمسة. داكور، نتمنى من هذا المثال البسيط انكم فهمتوا شيئا ما التعريف ديال التكامل او التعريف ديال الانتيغرال. نمرو دابا لي بروبريتي او الخاصيات ديال التكامل. نشوفوا اول بروبريتي. باغ اكزومبل عندنا الانتيغرال من ا ل بي ديال اف دو اكس دي اكس، اشنا هي العلاقه ديالو؟ الى بدينا هاد المره بدينا من ا ل بي، دابا غنبداو من بي ل ا، ديال اف دو اكس دي اكس. العلاقة بيناتهم هو أن هذا هو لوبوزي ديال الآخر، دونك المقابل ديالو ناقص. داكور، علاش ناقص؟ باسكو هذا شناهو حسب الدرس شنو قلنا؟ هو اف دو بي موان اف دو ا،
كدير غران تيف دو بي كتبدا من الفوق ناقص هذا وهذا شكون الا مشينا غير من بي لاش يولي هي اف من الفوقانيه موان الثانيه داكور دونك هذه باش تساوي مع هذه خصنا نزيدو واحد نسيم موان سي بون دونك هذه هي الديمونستراسيون ديالها الا زدنا سين موان تولي ناقص اف دو ا بلس اف دو وناقص اف دو ا بلس اف دو بي راه هي ناقص اف دو ا بلس اف دو دونك démonstration de la propriété de l'eau à l'IR. Ou la propriété ou la chassière de l'IR. IR. Douzou. Douzou tiens-y chassière. Adna. L'intégrale AB de F de X plus G de X. Bien sûr, quand j'ai un délo primitif selon la variable X. Qui est-ce qu'on a l'IR? Donc, l'intégrale de la somme des deux fonctions ou l'intégrale de la somme des deux fonctions ou l'intégrale de les intégrales. Donc, ou comme A, le B de L, c'est F de X pour là, plus l'intégrale de A de B de G de X dx. Alors, de là, c'est le salon, c'est le mérite d'être A de B, non, de A de B, c'est là, de A de B. Donc, un boulot. L'intégrale de la somme, il y a la somme des intégrales. C'est bon? Ou il a un signe moins, il a un signe moins. C'est bon? Alors, de belles fois, il a marqué damage. Je vais vous dire que je vais vous l'intégrale de AP de F fois G est différent de l'intégrale de AP de F fois l'intégrale de AP de G. Attention à dire. انتبه ممنوع راه عندنا غير في الجمع وفي الفرق الضرب ما كايناش القسمه ما كايناش سي بون هادي خطا كيديروه الدراري بزاف دونك في الجداء اولا في القسمه راه ما يمكنش نجيبو ثالث خاصيه اولا ثالثيام بروبريتي عندنا الانتيغرال من ا لبي ديال الفا فوا اف دو اكس افيك الفا واحد العدد حقيقي داكور هي كتساوي فين ما تكون بيان سور ما نساوش ديك دي اكس باسكو كان انتيغرال سويفون لا فالور او لا سويفون لا فاريابل اكس ايتيغال فين ما تكون عندنا انتيغرال ديال واحد الثابته فوا اون فونكسيون كنخرجو الثابته على برا ونانتيغريو شويه علينا دونك انتيغرال اف دو اكس دي اكس سي بون نعطيو ان اكزومبل تحتمنا باش نفهمو في احسن دونك ناخدو ليكزومبل ديال اش الانتيغرال باغ اكزومبل نقولو من 0 ل 1 ديال جوج فوا اكس بلس اكس كاري دي اكس دونك الى بغينا نطبقو هاد لا بروبيتي ولا هاد الخاصية نخرجو جوج باسكو جوج في هاد الحالة هي الفا اللي هو ثابتة نخرجو جوج فوا لانتيغرال من صفر لواحد ديال اش اكس بلس اكس كاري دي اكس انتيغرال كتبو جوج وهنا غادي نطبقو هاد التعريف دونك لانتيغرال ديال اف دو اكس انتيغرال La primitive de la f entre les mêmes bornes, A ou B. Donc, je connais, je vais vous dire, la primitive de x plus x carré, alors, x bornes de x carré sur 2, plus x carré, il y a x à la puissance 3, sur 3, le bien, le bien, le bien, le bien, le bien, le bien, est égal 2 fois. On a un tchani, on ne peut pas tchani. شكون هو غران تيف دو اكس ما بين ا و بي هادي راه ا هادي ما بين ا و بي هي غران تيف دو بي موا غران تيف دو ا دونك هادي هي غران تيف دو ان موا غران تيف دو زيرو غنعوضو اول حاجة اكس بواحد حتى تولي واحد او كاري سير دو بلوس واحد او ثلاثة سير ثلاثة ناقص نفس العمر خصنا نحلو القوس 0 au carré sur 2 plus 0 au slate sur 3, c'est 2 pauses, on se 2 pauses bien, fois 2. Donc, est égal à 2. 1 au carré, c'est 1. 1 à 12, c'est 1 à 3. C'est 0 plus 0 plus 0, on a 0, on a pas 1. Donc, dire tu sais, oui. Donc, on cumule, je connais, tu sais, oui. L'intégrale de 0 à 1 des jours, x plus x carré. De x est égal, comme le savez là, il y a juge fois
un tiers plus un demi, نبقى عند واحد هو 6 فاش نضربو فوق 3 ولا نضربو بجوج اش تولي 5 سي بون دونك جوج في 5 هي 10 تولي 10 على 6 نختزلو باش بجوج تولي 5 على 3 هذا هو الحل نشوفو واحد الخاصيه ديال شارل بحال اللي كنا كنشوفو المتجهات ندير واحد التذكير في المتجهات باغ اكزومبل عندنا المتجهه ا سي بغينا ندخلو بي لداخل دونك هي ا بي بلس بي سي الى بقيتو عاقلين هذه هي علاقه شارل دونك يكون هذا على نفس النقطه دونك غادي نطبقو هذه تقريبا كتشبه ليها فاش في الانتيغرال الى خلينا باغ اكزومبل سوا اف كتكون معرفه في اي ياك وناخذو اي باغ اكزومبل هو ا بي شوفوا معايا هنا خذ معايا من ا لبي ديال اف دو اكس دي اكس اي دي غا هنا نعتبروا واحد السي كتنتمي للمجال ا بي يعني بحال خديتي هنايا هذا المجال ا بي سي غادي تكون الوسط سي غادي تكون الوسط باش نحاولوا نطبقوا شارل دونك غنمشي دابا من ا حتى بي مي غادي ندير من ا حتى سي ومن بعد من سي حتى بي شوفوا معايا هنا مزيان باش نفهموا دونك هاد التساوي نديروها لتحت باش نفهم البلاصه دونك او ليو باش نمشيو من ا حتى بي نقسمو الطريق نمشيو من ا حتى سي ديال اف دو اكس دي اكس نمشيو من ا حتى سي بلس من سي حتى بي دونك بلس هاد المرة من سي حتى بي ديال من ديال لا ميم فونكسيون اف دو اكس دي اكس دونك هادي هي علاقة شارل ديال الانتيغرال لاحظتو هنا نمشيو من ا حتى بي نقسمو الطريق فاش في سي من ار سي ومن سي بي سي بون هذيك نسميوها على ارشاد نعطيو ان اكزومبل هنايا فاسيلمون دونك الا خدينا لو ميم اكزومبل ديال اللي قبل اولا شي واحد كيشبه ليه باغ اكزومبل الا قلنا من زيرو حتى لجوج ديال اف دو اكس دي اكس انا نحسبها من زيرو حتى لواحد ديال اف دو اكس دي اكس بلس هاد المرة من واحد حتى لجوج دونك طبقت علاقة شارل فاش في الانتيغرال دونك قولي باش نمشي من زيرو حتى لدو ديريكتومون مشيت من زيرو لواحد ومن واحد لجوج غنشوفو أمثلة في شارل في التمارين إن شاء الله غنشوف واحد الحاجة جديدة لي هي لا فالور موين دون فونكسيون اف سوغ ان انترفال اي كيساوي ا بي أولا القيمة المتوسطة ديال واحد الدالة في واحد المجال اي ا بي باغ اكزومبل شوفو معايا هنا التعريف اش كيقولو نسميوها بشي تام فالور موين هي واحد على بي ناقص ا بي ناقص ا راه هو لونبليتود ديال الانترفال اولا لا ديستانس ديال الانترفال المسافة ديال المجال الا خديتي باغ اكزومبل المجال جوج خمسة شحال هي المسافة ديالو هي خمسة ناقص جوج هي ثلاثة فهمو هي بي موان ا فوا الانتيغرال من ا لبي ديال اف دو اكس دي اكس هذه هي القيمة المتوسطة ديال الدالة على واحد المجال الحدة ديالو ا بي عن طريق تعريف الانتيغرال هي هذه ناخذ واحد ليكزومبل باش نفهمو احسن خذوا معايا ليكزومبل غادي نقولو القيمة المتوسطة ديال الدالة ياك القيمة المتوسطة أولا لا فاليور موين للدالة اف على المجال باغ اكزومبل على المجال جوج سبعة هي أولا لا فاليور موين دو لا فونكسيون اف على المجال جوج سبعة هي هادي دونك نسميوها ان واحد على سبعة ناقص جوج باش نعرفو شحال فوا الانتيغرال من جوج حتى لسبعة ديال اف دو اكس دي اكس حنا حطينا اكزومبل ساهل غير باش نفهمو به هاد التعريف هذا يقدر يكون نقدرو ناخدو بزاف ديال الأمثلة دونك نكملو يا إيكار واحد على خمسة انتيغرال من جوج على سبعة اف دو اكس دي اكس وعلى حساب التعبير ديال اف دو اكس نكملو الحساب حنا درنا مثال بسيط غير باش نفهمو به التعريف ناخدو واحد المثال باش نجبدو لا فالور موين على شكل تمرين بسيط ناخدوها ديال اف دو اكس هي واحد على جوج اكس بلس ان او كاري والمجال هو من صفر ثلاثة نطبقو حرفيا التعريف اللي كنا كاتبين قبل بتي تان هي واحد على
B ناقص A في هذه الحالة هي 3 ناقص 0 هي 3 ف فوالا الانتيغرال من 0 حتى 3 ديال من ال f دو x dx سي بون دونك ايتيغال نفس السطر هو 1 على 3 ناقص 0 بيان سور 1 على 3 فوالا الانتيغرال من 0 ل 3 ديال من ديال f دو x اللي هي شكون هي 1 سور 2x بلس 1 او كاري فو dx Voilà. Donc, on va dire que nous avons le tarif de la base de l'intégrale. L'intégrale de f de x, c'est ce qu'on dit de la base de l'intégrale entre 0 et 3. C'est quoi? 1 de 3 fois de la base de l'intégrale entre 0 et 3. C'est ce qu'on dit de f de x, donc on va dire de la base de x. C'est bon? Donc, nous avons pris le x, nous avons pris le x, nous avons pris le x. عاد نجيو نحسبوا انتر المحيطات 0 و 3 يلا باش نحسبوا دابا غرون اف هذه عندنا نتيجه اف هي 1 على 2 اكس بلس ا او كاري فاش كتفكرنا الا رجعنا للدرس ديال الدوال الاصليه كتفكرنا فاش في او بريم على او ا بيسانس ان متفقين حيت عندنا هنا او ا بيسانس ان دونك شنو هي لا بريميتيف ديالنا غرون اف هي موانز 1 على ان ناقص 1 فاكتور دو U à la puissance n ناقص 1 plus la constante C. C'est bon? غير هنايا عندنا U à la puissance n mais خصنا U prime الفوق. تبعوا معايا. F de x هي 1 على 2x plus 1 au carré. Est égal. هنا خصنا U prime ديال الفوق. ياك ولا لا؟ باش تكون كتشبه هذه. نديرو 2x plus 1. Prime sur 2x plus 1 au carré. On joue pour je vais adner l'égalité sur le haut. Est-ce que 2x plus 1 prime? Il a juste prime là, ou juge? Alors que là, là, 1. Donc, par là, drôle d'un fort juge. Il a drôle d'un fort juge, c'est normalement, c'est juge, tu vois, 1 à la juge. Fort. Donc, voilà, là-bas, ça fait là. المعادله دابا هاد متساوي ولا صحيح بحال هضرنا من الفوق جوج اقسم على جوج فوالا دونك دابا ولات كتشبه لها او بريم سور بي على بيسون يعني ولات كتشبه لها 100% هنا مضروبه في ان دومي دونك دابا هنا يمكننا نحسبوا غران اف غران اف سي لا بريميتيف ديال اف دونك ان دومي نخرجوها فوا دابا دابا غنمشيو نديرو لا بريميتيف ديال او بريم سور بي على بيسون ان ديال Donc, il a dit que cette taille, je vais moins 1 sur n moins 1. Je connais où elle est. Je vais jouer. Jouer, n'a pas de 1. Il y a 1 fois u. Je connais où elle est. Je vais 2x plus 1. 2x plus 1 à la puissance. Jouer, n'a pas de 1. Il y a 1. On va dire que c'est. Et puis, regarde, je vais faire ça. C'est bon? ناقص واحد في ناقص واحد في ناقص واحد ديال ناقص واحد سير جوج في واحد بجوج اكس بلس ان بقات جوج تعميل جوج اكس بلس ان وهنا بلس سي منحسبهاش دابا يلاه لقينا كرون تي في دو اكس الى كنتو متبعين معايا غنجيو نديروها هنا دابا اش تولي ان تيار ونديرو اونتر تروشي اولا بين المعقوفتين هذه الداله الاصليه لقينا ناقص 1 على 2 عامل ل 2 اكس بلس 1 وهنا بلس سي وهذا من نجم من 0 ل 3 دونك غادي نمسحوا هاد لابارتي هادي باش نكملوا الحساب سي بون غنمسحوا هاد لابارتي من بعد باش حنا لا ديمونستراسيون ديال غران تيف كيفاش لقيناه نكملوا الحساب نجيو هنايا نديروا الحساب هنا كماله دونك هي ان تيير ونحلوا القوس هذا الشيء نعوضو x ب 3 دونك تولي ناقص 1 على 2 عامل ل 2 فوا x اللي هو 3 بلس 1 بلس c ناقص حلو القوس دابا غنعوضو x ب 0 تولي ناقص 1 على 2 عامل ل 2 فوا 0 بلس 1 اي بلس c نسد القوس دونك هي ان تيير فوالا دابا شوي عليها ناقص واحد على اللي وصل القوس جوج في 3 هي 6
6 زائد 1 هي 7 فوا 2 هي 14 زائد سي داكور نحسبوا هذه لينا 2 في 0 0 بلس 1 بقى 1 دونك اللي وسط بارونتيز 1 1 في 2 2 بقى لنا ناقص 1 على 2 مع هذه الناقصه تولي زائد 1 على 2 ناقص زائد سي هي ناقص سي دونك متفقين باللي سي مشات ناقص سي بقات لنا ان تيير فوا ناقص 1 على 14 زائد 2 متفقين باللي المقام الموحد هو 14 ناقص 1 نكتبوه دونك هنا خصنا نضربو في 7 باش تولي 14 الفوق نضربو في 7 7 في 1 دونك تولي هي زائد 7 اي ديغال بقات ان تيير ناقص 1 زائد 7 هي 6 سير 14 اي ديغال بقى هذا الاختزال سي بون دونك 6 على 3 هي 2 اشنو بقى لنا 2 على 14 غنزيدو حتى تكون 2 هي 1 على 7 دونك كتبقى لنا 1 على 7 هو الحل النهائي هذه الكالكولا اللي كنحطوها كتخرج منها 1 سير 7 دونك الغرض ديالنا ماشي هو الابتزال مي الغرض ديالنا هو لونشينمون كيفاش لقينا القيمة المتوسطة إذا كنقولوا بلي 1 على 7 هو القيمة المتوسطة ديال الدالة F على المجال 0 3 إلا خدينا مجال واحد آخر باغ إكزومبل 2 5 غنلقاو بيان سير فالور واحدة أخرى ديال القيمة المتوسطة وصلنا للنهاية ديال الجزء الأول ديال الدرس ديال التكامل أو الانتيغراسيون اللي شفنا فيها التعريف ديال الدرس وشفنا فيها بعض الخاصيات ولي بروبريتي الفيديو القادم إن شاء الله غادي نشوفوا الجزء الثاني ديال الدرس أو الأخير اللي كيكون اكثر اهميه من الجزء الاول علاش لانه هو اللي كيتحط في الباك دونك كتشوفوا فيه باغ اكزومبل حساب ديال المساحات اولا لو كالكول دي زير نعطيكم مثال كيقول احسب مساحه المحصوره بين السي اف ومحور الافاصيل وبعض المستقيمات اولا احسب المساحه المحصوره بين السي اف والسي جي صادير كنرسموا السي اف وكنرسموا السي جي وكيقول لك احسب لي هذيك المساحه المحصوره بيناتهم هذا سي ليكزيرسيس كلاسيك كيتحط بزاف في لي بواط سيتادير الجزء الثاني اللي غادي نشوفوه في الفيديو القادم ان شاء الله هو اللي كيحطوه ديما في الباك دونك خصكم تكونوا على بال ان شاء الله نشوفوه في الفيديو القادم من هنا نتمنى ان شاء الله نتمنى لكم حظ موفق السلام عليكم